أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما الله تعالى جي پناه غران تو تڑل شیطان کان ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چا تواں کے انن ہزارے ماڻھن جي حال جي خبر نہ آهي جيڪي موت جي بھو کان پنجا گھر ڇڏي ميدانن ڏانهن وٺي بھگا پوءِ اللہ تعالیٰ کين حڪم ڪيو ته مري وڃو ته هو سڀ مري ويا پوءِ وري اللہ تعالیٰ کين ٻيهرو جيئرو ڪري اٿاريو بي شڪ اللہ تعالیٰ ماڻھن جي مٿان گھڻيون مهربانيون ڪري ٿو پر گھڻا ماڻھو ناشڪري ڪندا آهن وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم اے مسلمانو موت کا نہ رجو اللہ تعالی جی راہ میں جنگ کریو تواں کے یہ چنگی طرح خبر ہون کھپے تے بے شک اللہ تعالی ہر معاملے کے بدھے بھی تو خوب جانے بھی تو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون كير آهي جيڪو الله تعالى کي سهڻي نيت سان قرض ڏي ته جيئن هو وري توهان کي تمام گھڻو وڌائي موٽائي ڏي حقیقت ہی ہے تو روزی گھٹائن ودھائن اللہ تعالیٰ جی اختیار میں ہے آخرکار اواں سبنی کے ان ڈائی موٹی ہلنو ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چا توہاں نہ ڏٺو تہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل جي سردار ڪهڙو ڪردار ادا ڪيو انن پنهنجي نبی سگوري کي چيو تہ اسان جي لاءِ هڪ بادشاہ مقرر ڪر تو جیئن اساں ان کی نگرانی میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ وڑھوں نبی سگرے پوچھو تو چھا تہاں ماں یہ امید رکھی سکجے تھی تو جے کر جنگ وڑھن جو حکم ڈنو ونے تو تہاں جنگ وڑھندا سردارن چھو تو اساں کے چھا تھیو ہے جو حکم ملن کا پو اساں اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ وڑھوں حالانکہ اساں کے تو پنجے گھرن ماں کڈھی ویو ہے اساں جا بار بچا بھی اساں کا الگ کیا ویا ہے اساں چھو نہ جنگ وڑھندا تھی پر جڏهن کھین جنگ کرن جو حکم ڈنو ویو تو تھوڑن ماڻھن کان سوا باقی سب پویاں پیر کرے بھگا اللہ تعالیٰ انن ماں ہک ہک ظالم کے چنگی طرح جانے تو وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم سندن نبی سگوري کين بدايو ته الله تعالى توهان جي لاءِ طالوت کي بادشاه مقرر ڪيو آهي اهو بدي هو چوڻ لڳا ته هو اسان جي مٿان بادشاه ڪيئن مقرر ٿي سگهي ٿو ان کان وڌيڪ ته اسان بادشاهت جا حقدار آهيون
هو غريب مانو آهي نبي سغري فرمائي تا بشك الله تعالى تمام جي مقابل میں انہ کے بادشاہ چونڈیو آهي هو علم جسمانی طاقت جي حساب سان اماں کا وديك آهي يا الله تعالى جي مرضي آهي تا جن کے گھرے بادشاہ تدا کرے الله تعالى وڈی کشادگی وارو سب کچھ جاندڑ آهي وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين انن کے پنجے نبی سگوري یوں بھی چيو تا اللہ تعالی جي طرفان ان بادشاہ جي مقرر ٿين جي هي نشاني بدھائي وئي آهي تا سندس دور حکومت ۾ توهان کي اها صندوق واپس ملي ويندي جن ۾ اوهان جي رب جي طرف کان توهان لاءِ دلي فرحت آل موسى آل هارون عليهم السلام جا چھڈيل تبرکات موجود آهن ان صندوق کي ان وقت ملائڪ پنهنجي حفاظت ۾ کڻي ايندا بيشڪ جيڪڏهن توهان ايمان وارا آهيو توهان جي لاءِ اها هڪ وڏي نشاني آهي